اللي يسبب هزيمة البرازيل. طيب دعنا في بعد المستطيل الأخضر بقى يا كابتن. لكن ده اللي جوه المستطيل الأخضر إحنا ربنا مسلط علينا كوبر. الراجل يعني محبط مهين للأفكار الهجومية. الراجل يعني بصراحة أعتقد أفقد اللعيبة شخصيتهم، قدم ثقتهم في نفسهم. ده منظر فرقة كورة، ده فرقة سعودية فرقة عادية جدا. ده أنت فرقة أوروجواي لما لعبتيها أول ماتش كانوا مخضوضين. انت كوبر، لولا ان كوبر هو مدير الفني المنتخب مصر لا يمتلك اي نوع من انواع الشجاعه في الاداء او في اللعب، وكمان مستفز اللي بيتكلم يقول انا مش همشي الا لما احس ان الجماهير في مصر مش عايزاك. والله قبل كاس العالم انا طلعت وقلت لا يصلح. وهو الراجل يعني كان محظوظ اللي قال عليه مش منحوس، كانوا بيطلعوا عليه الفكره دي. هو الراجل محظوظ، هو بطريقة واحدة قدر يوصل لنهاية أفريقيا، وبطريقة واحدة وغياب غانا المنافس بتاعك في كأس العالم في مجموعة الوصول كنت بتنافسي أوغندا يا سوزان. أوغندا فرقة يعني ما فيهاش كورة، هي اللي كانت بتنافسك على الصعود لكأس العالم، وقعدنا وقعنا على الأرض وأغمى علينا في ماتش الكونغو وغانا بره المنافسة. إحنا وصلنا كأس العالم يعني غصب عن كوبر، لكن في الاخر الراجل قعدنا نحذره من المباريات الوديه وقعد يبعتوا لنا مسجات وخفوا على الراجل، والراجل فاهم بيعمل ايه والراجل بيفهم بيعمل ايه. الراجل ما عندوش فكره. يعني هم بيتكلموا انه كوبر هو اللي وصلنا اصلا لكاس العالم، على الرغم ان انا سمعت تصريحات يمكن لكابتن مجدي عبد الغني بيتكلم فيها على انه هو انتهى عقده وانه مشاركته في المونديال دي مشاركه بشكل ادبي. تعليقك ايه على ان انا ابقى شايفه انه عندي مدير فني لا يصلح انه هو يعني يدير المنتخب في حدث كبير زي ده، وما كانش فيه هناك اي قرار فعلي ممكن يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه في مونديال مثل مونديال 2018؟ انت عارفه ان التقييم بتاعنا مرتبط بالنتائج وليس بقيمه الاداء الفعلي. يعني الراجل ده لو كان كسب السعوديه النهارده كان هيقول لك نجدد له. ويعني وحقق اللي عليه، وبعض الناس طلع ما هو عمل اللي عليه وحقق لك المطلوب وصل لكاس العالم. سوزان احنا التمثيل المشرف اصبحت كلمه مهينه. يقول لك التمثيل ما هو المهم وصلنا كاس العالم، بقت كلمه مهينه. انت نيجيريا والسنغال النهارده بيروحوا يبهدلوا الدنيا في كاس العالم. يعني عشان يعني اقصد ان الطموح بتاعهم كبير قوي. انت مين الوحيد اللي عنده طموح في منتخب مصر؟ هو محمد صلاح. محمد صلاح بكم المشاكل المثاره اللي حواليه والمجتمع الاعلامي والمجتمع الصحفي والمجتمع الرياضي، وانا بقيت مستغرب هل احنا بقينا دببه بنأذي نفسنا ولا بنأذي بعض؟ قاعدين مشاكل 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 وبنستعرضها وقدام الراي العام وقدام العالم. الله، ده أي حاجة جوه تمرين المنتخب ولا جوه الفندق موجودة على صور وعلى متصورة. ده أنت لو معسكر البرازيل مشيتي جنبه هيتحسب عليكي نفسه. ده لو الراجل البرازيلي الصحفي معاه الكاميرا وشاف موقف مش مظبوط ما بيصورهوش، بيخاف على سمعة بلد وسمعة المنتخب بتاعه. مالنا بقينا كده مش لاقيين حاجة نعملها. تمام، طب خلينا إن احنا نقعد نطلع أوحش ما فينا.